على ألحان السمسمية الأهلي بيتعثر قدام الإسماعيلي بتعادل إيجابي 1-1، ولكن التعثر ده ما جاش بمحد الصدفة، لا ده بجيب من غلطات من موسيماني عملها الشوط التاني. هنتكلم يعني عن كل حاجة، شوط أول وشوط تاني، مباراة ككل. بس طالما حاجة وصلت لك انزل اعمل لايك، عشان اللايك بيوصل الحلقة لأكبر عدد من الناس وبيساعد في الظهور، فانزل اعمل لايك مش تخسر أي حاجة. ولو أول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات أول بأول، ويلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. موسيماني النهارده بدأ بنفس تشكيل الماتش اللي فات، ولكن النهارده في تغيير وحيد في الملعب، هو بدأ بأجاي بسبب إصابة كهربا، وكل اللعيبه نفس الشكل. لكن موسيماني النهارده رجع بالذاكره لورا شويه وبدأ يلعب المباراه زي ما لعب ماتش وادي دجله في بدايه ماتش وادي دجله، عكس مباراه النهارده تماما. ليه؟ لان وادي دجله في مباراه ضد الاهلي ما كانش بيضغط ضغط عالي زي الاسماعيلي، لكن الاسماعيلي في اول ربع ساعه في ماتش النهارده كان بيضغط ضغط عالي مميت على الاهلي، وكان قريب من جون الاهلي، ولكن ما قدرش يستغل الضغط دوت، فما استغلوش الضغط العالي اللي كانوا بيعملوه طول الشوط او طول اول ربع ساعه في الماتش. ولكن بعد اول ربع ساعه الاهلي ابتدى، مش اقول لك يمسك كوره، ولكن الاهلي ابتدى يقف مناطقه كويس. الاهلي في البدايه ما كانش مركز تماما، لان الضغط العالي اللي كان عامله الاسماعيلي كان مفاجئ بالنسبه لموسيماني وبالنسبه لعيبه الاهلي، لان الاهلي شايف ان موسيماني او شايف ان الاسماعيلي مع ايهاب جلال مش هيلعب الضغط ده قدام اهلي موسيماني، لكن ايهاب جلال فاجئ الكل وابتدى يلعب ضغط عالي في اول ربع ساعه. بعد اول ربع ساعه في الماتش رجع تاني ايهاب جلال للي كان كله متوقعه، اللي هو في نص ملعبه ويدي الكره للاهلي، لكن الاهلي ما وافقش على ده. الاهلي عارف ان الاسماعيلي تحت قياده ايهاب جلال بيجري كتير، بيستنفذ مجهوده كتير، بيستنفذ مجهوده في الضغط العالي او فتح المساحات او اللعب بالكره كتير على الارض، فده كان مساعد ان الاهلي يلعب بنفس طريقه ماتش وادي دجله. زي ما قلت لك وادي دجله برده، وادي دجله بيجري كتير، بيحاول يلعب على الارض كتير، بيحاول يلاقي مساحات كتير، فبتلاقي جري كتير، فبيستنفذ مجهوده طول الشوط الاول والشوط الثاني. المعامل البدني ابتدى ينزل مع وادي دجله، لكن في ماتش النهارده مع الاسماعيلي الاهلي حاول يعمل نفس الشكل. الاهلي ادى الكره للاسماعيلي وابتدى يرجع في نص ملعبه، ومخلي الاسماعيلي هو اللي معاه كوره، هو اللي يضغط، هو اللي يلعب، هو اللي يستنفذ مجهوده، والاهلي واقف في نص ملعبه هادي جدا بيحاول يلعب على هجمه مرتده. لو جت جون من هجمه مرتده من الهجمات دي خير وبركه، ما جابش جون الشوط الثاني هنزل احاول اضغط على الاسماعيلي واحاول اضربه بجول واثنين في الشوط الثاني بالضغط بتاعه. ده اللي عمله فعلا الاهلي الشوط الاول. الشوط الاول الاهلي فضل محافظ، فضل واقف في نص ملعبه تقريبا تحت الكوره، او بيبقى خمسه تحت الكوره وخمسه فوق الكوره، وابتدى الاهلي يلعب على هجمه مرتده، وده اللي شفناه في هجمه مرتده من الاهلي. علي معلول استخلص الكوره من محمد صادق بيمين على طول ثرو، بتروح لقفشه قفشه بالعرض لمحمد شريف، جون الهدف الاول للاهلي في قبل الشوط ما يخلص. لكن بعد الجون ده الاهلي برده اتاثر شويه في الناحيه الهجوميه بسبب ان خروج محمد شريف. محمد شريف لما خرج الملعب ونزل لولتر بواليا تقريبا قوه الاهلي نزلت للنص، لان محمد شريف بيمثل قوه كبيره جدا الاهلي في الناحيه الهجوميه، سواء بقى حسين الشحات موجود، قفشه موجود، اجاي موجود، كهربا، طاهر، ايا كان، لما الكوره بتوصل للمنطقه الهجوميه كله بيدور على محمد شريف يبتدي يوصل الكوره علشان يجيب جوان ويكسب الفرقه، وده اللي حصل. لو محمد شريف جوه الصندوق جاب جون وخرج من الملعب، بعد ما خرج نزل بواليا، بواليا مش بنفس قوه محمد شريف، مش ده اللي بنشوفه من محمد شريف، بواليا اقل بكتير. ولكن الشوط الثاني لما خلص الشوط الاول خلص 1-0، الشوط الثاني الاسماعيلي ساب الكوره للاهلي بقى، يد الكره الاهلي رجع في نص ملعبه هدي تماما، وكمان تغييرات ايهاب جلال كانت تغييرات مميزه، ان هو خرج محمد صادق. محمد صادق خرج الاصابه اي نعم، ولكن محمد صادق خرج ونزل مجبولي. مجبولي كان عنده حلول اكتر، مسك الكره اكتر في نص ملعب الاهلي، قدر يوصل لمرمى الاهلي، عمل اسيست الجون، فمجبولي تغييراته كانت كويسه. وكمان تغييرات بالتسلسل بقى مع ايهاب جلال، ابتدى ينزل عمر الوحش في نص الملعب، عماد حمدي، وابتدى ينزل تغييرات مميزه وتغييرات كويسه، مش بيرمي اي لعيبه في الملعب وخلاص. عكس الناحيه الثانيه موسيماني الشوط الثاني جت تقريبا الدقيقة 60 او الدقيقة 65 ابتدى يدافع في حاجة انا ما كنتش فاهمها، ان هو نزل نص ملعب تالت، خرج اجاي ونزل حمدي فتحي، وبقى بيلعب بثلاثة في نص الملعب، حمدي فتحي وديانج والسولية، وخلى قفشة يميل ناحية الشمال شوية نوعا ما علشان يسيب الحرية للثلاثي نص الملعب يلعبوا من العمق. ولكن الثلاثي بتاع نص الملعب ده هو الاهلي اصلا لما بيلعب بثلاثة في نص الملعب مش بيبقى كويس، فانت بتنزل لاعب من على الدكه وبتحاول تقفل الملعب وانت لسه في وقت قدامك كبير، في 35 دقيقه تقريبا قدامك، لسه في وقت كبير في الماتش. اديت الحريه للاسماعيلي اللي هو يمسك الكوره عليك، اديت الحق لايهاب جلال والاسماعيلي، الاهلي هيدافع ويرجع في نص ملعبه، وفعلا بعد الثلاثه بتوع نص الملعب الاسماعيلي بيضرب بالجون التعادل. بعد جون التعادل ابتدى موسيماني يطبش بقى اي تغييرات تلحق الموقف، خرج حسين الشحات، خرج ديانج، رمى صلاح محسن، رمى طاهر محمد طاهر، وطاهر محمد طاهر لما نزله في الناحيه اليمنى
طاهر بقى كويس، طاهر أدى في المباراة، نزل أي نعم ضيع 3 انفرادات ولكن الخطورة كانت جاية من عنده، الخطورة كانت جاية من عند طاهر، الضغط كان من عند طاهر، العرضيات كانت من عند طاهر، وكل حاجة كانت بتروح من الجبهة اليمين بتاع طاهر، ولكن في رجالة في أرض الملعب لازم نشيد بيهم، حد من دول أو أول لاعب فيهم، أول لاعب فيهم هو أكرم توفيق. أكرم توفيق من اللعيبة الرجالة جدا، أكرم توفيق خلاص ثبت مكانه في الناحية اليمين، مش هنشوف تقريبا محمد هاني كتير، هنشوف أكرم توفيق أكتر لاعب كويس دفاعيا، لاعب نوعا ما بيحاول يتطور هجوميا، أكرم توفيق من الرجالة بتاعت الأهلي، الأهلي النهاردة تعثر خسر نقط ولكن لسه في بصيص من الأمل، لسه الأهلي عنده 5 ماتشات والزمالك عنده 5 ماتشات، الماتش الجاي الزمالك عنده الإسماعيلي والأهلي عنده إنبي، أي نعم يلعبوا في أوقات مختلفة ولكن الأربع جولات الأخرى هيبقى الأهلي والزمالك بيلعبوا في نفس الوقت بسبب تكافؤ الفرص، وممكن الزمالك يقع، الزمالك لسه عنده ماتشات ضد سيراميكا، ضد الإسماعيلي، تقريبا ضد دجلة، ولسه عنده ماتشات الزمالك ممكن يقع في ماتش من الماتشات، والأهلي النهاردة وقع قدام الإسماعيلي في مباراة موسيماني ما عرفش يديرها صح. فكر تفكير ان هو ممكن يلعب بالشكل ده اللي عمله ضد دجله وقدر يفوز في المباراه، ولكن الاسماعيلي مش دجله، الاسماعيلي عنده حلول اكتر من وادي دجله، وادي دجله كان ممكن يرجع في ماتش كمان ويتعادل لكن ما رجعش، الاسماعيلي النهارده قدر يتعادل، قدر يعطل الاهلي، وزي ما كنت كاتب في ثام نيل الدوري طار من الاهلي بنسبه كبيره، الاهلي خلاص الدوري بيبعد عنه لان الزمالك مش هيس يعني مش هيسيب الفرصه دي، هيحاول يضغط اكتر، هيحاول يفوز اكتر، هيحاول هو يخلص الدوري ويحاول يلعب على اللمسات الاخيره او التفاصيل الاخيره في ماتشات الاهلي ضد ام بي او الاسماعيلي او المصري او الماتشات اللي جايه. الزمالك بيبعد بصداره مش قوي، فرق نقطتين ولسه عنده 5 ماتشات، الاهلي عنده لسه 5 ماتشات، الاهلي ممكن يقع تاني، الزمالك ممكن يقع الله اعلم، ولكن مباراه النهارده موسيماني ما قدرهاش صح تماما، وفي فرص ما كانتش تضيع سواء من بواليا او طاهر محمد طاهر، ولكن ضاعوا في فرصه اتشالت من على خط المرمى، دي فرصه الدوري، انا واحد من الناس اللي شايف الفرصه دي فرصه الدوري، الكره دي كانت في ايدي كان ممكن جدا تخش ولكن بتشال وتطلع بره والاهلي بيتعثر. في الاول وفي الاخر ده راي شخص واحد، رايي انا في مباراه الاهلي والاسماعيلي، قول رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعك، هل الاهلي هيقع في الماتشات الجايه ولا خلاص كده الاهلي مش هيتعثر تاني؟ ولو حلقه جديده بس اعمل لايك، شير لايك بيوصل الحلقه لعدد من الناس وبيساعدنا في الظهور، فانزل اعمل لايك، اول ما تشوفني اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تيجي لك اول باول، وتابعنا على الشمال بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.